السلام عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله نشوف مع بعض في جزء الانجينيرنج كيمستري، الجزء بتاعي بعد السكشن اللي هو بتاع الكوروجن الصدر والتهابل، وهيبقى بعد الميدتيرم ان شاء الله هيبقى الجزء اللي هو بتاع الكيمياء. تمام؟ طيب انا كده كده الجزء بتاعنا عشان تبقى فاهم هيمشي كلامي.
خلاص. بص بقى كده، انا الجزء بتاعنا يا جماعه هيمشي، انتوا شايفين دي اهو، طيب بصوا كده يا شباب بقى، الجزء بتاعنا هيمشي كالاتي، احنا هناخد الكروجن زي ما الراجل قال، اللي احنا هنشوف اسباب الكروجن ايه، ازاي الكروجن بيحصل وازاي نعالجه، هي طرق علاجها. بس انا قبل ما اديك الكلام ده هديك حاجه كده اسمها الجلفانيك سيل، وهديك حاجه اسمها الالكتروليتيك سيل. خلاص قبل ما نشوف الفورمز اوف كروجن اللي هو اللي احنا عايزين نعرفه، اللي هو ازاي الكروجن بيحصل خلاص كده، وقبل ما نشوف الكروجن بروتكشن او البروتكشن فروم كروجن، خلاص لازم اديك الكلام ده قبل ما نخش في انواع الكروجن وازاي نعالجه الكلام ده كله. الله، طب ليه يعني؟ قال لك لان دول كده الاثنين دول اللي في الاول اللي هم الجلفانيك سيل والالكتروليتيك سيل، دول كده يا جماعه بيسموهم برنسبلز اوف كروجن. ايوه ايه يعني برنسبلز اوف كروجن؟ ليه برضو لازم اخد البرنسبلز اوف كروجن؟ بص كده لازم تاخد البرنسبلز اوف كروجن. انا ممكن اديك الكروجن بيحصل ازاي واقول لك انواعه وكل حاجه، بس على مزاجك ده، مش ما تديش انا عارف الكلام ده خلاص. انت بتاخد التقيل خلاص، تاخد ده تفهم ده ازاي بيحصل، لان اي تطوير ولا اي حاجه من المصنع بتيجي منك انت، اي شغل من المصنع اللي حاجه مش فاهم مش شايلها او ما عندهاش حاجه كده، بس انت بيبقى عليهم الدراسه المصريه اللي عندك. ما انا ممكن اقول لك في سنه جت انت جربت مثلا تصدقني معاك بالكيميكال انرجي والالكتريكال انرجي. ايوه يعني ايه العلاقه ما بينهم؟ يعني ايه العلم اللي بيهتم
دي الكيميكال انرجي تحول للتربل انرجي او للتربل انرجي تحول الى معنى الكيميكال انرجي. طيب برضه يعني مش متابع اكتر شويه دي الكيميكال انرجي غير التربل انرجي بس انا عارف الموضوع بقولها بوضح اكتر شويه. طيب الكيميكال انرجي اللي عايزك تعرفه برضه ليه لو تحولت للكيميكال انرجي ده بيتم من خلال دماغ سيل ولو العكس الكيميكال تحولت للتربل انرجي من خلال سيل اسمه ايه يا جماعه؟ الكترونيك سيل. يبقى لحد دلوقتي خلي بالك انت في ثلاث تعليمات ممكن تكون عارف اللي هما تعليم الالكترو كيمستري او الالكترو كيميكال ساينس تعليم علم الالكترو كيميكال خلاص وتعليم الكيميكال سيل وتعليم الالكترونيك سيل. طب تعالى على بعض تعليم الالكترو كيمستري هو تعليم الالكترو كيمستري انت قلت اللي هو العلم او الاريا اوف ساينس اللي بتهتم بالاكبر الكيميكال والالكترونيك كويس. طيب الجرماني سيل لو حبيت تعليم الجرماني سيل هتقول ايه؟ لو حبيت اعرف الجرماني سيل اقول لك والله الجرماني سيل دي هي السيل اللي بتتحول فيها ايه يا جماعه؟ الكيميكال انرجي للالكتريكال انرجي. طب حاولت اجيب تعريف الكيميكال سيل اللي هي الالكتريكال سيل اللي بتعمل فيها كل الالكتريكال انرجي ايه يا جماعه؟ الكيميكال انرجي. ايوه يعني ايه بقى الكيميكال انرجي ويعني ايه الالكتريكال انرجي وازاي اصلا دي بتتحول لايه والكلام ده كله؟ هكمل لك برضه ايه الكلام المهم خليك تفصل واحده واحده. بيقول لك ان الكيميكال انرجي بتتحول للالكتريكال انرجي عن طريق كده حاجه يا جماعه اسمها الريدوكس رياكشن. ايه الريدوكس اللي كمان؟ قال لك الريدوكس دي جايه برضه من الاثنين اللي هي ريدوكس اللي هي ريدكشن اوكسجين فعلاج اكسده واختزال. يبقى انت لحد دلوقتي الدنيا مش واضحه معاك في حاجه اللي انت لحد دلوقتي مش عارف يعني ايه كيميكال انرجي مش عارف يعني ايه الكتريكال انرجي مش عارف يعني ايه الريدوكس رياكشن ومش عارف بقى يعني حتى لو عرفت كل الكلام ده ازاي ده بيتحول لده. تعالى بقى نوريك ايه واحده واحده ازاي الكلام ده بيحصل. بص يا صاحبي هنبدا نفصل الاول اللي هي ريدوكس رياكشن دي وخد بالك بقى معايا شويه تركات كده موجوده معايا. بص الريدوكس رياكشن ده اللي هو عباره عن ايه؟ لو انا عندي حاجه زي الاف اي كده يا جماعه خلاص عندي حاجه زي الاف اي. طيب الاف اي ده وهو موجود طبعا انت عارف ان هو فيه شحنات موجبه في بوزيتيف ايونز ونيجاتيف ايونز. طب دلوقتي عدد الشحنات الموجبه قد السالب صح كده يا جماعه؟ فالهنا الرقم اللي بيبقى فوقيه التكافؤ اللي هو فوقيه ده بكام يا جماعه؟ بزيرو. حلو قوي. طب بص بقى لو شلت منه دول لو شلت منه اثنين سالب كده بالرقم اللي فوق يا جماعه بوزيتيف دول. فهنا بيقول لك ان عمليه الاوكسيديشن دي يا جماعه عمليه لوز اوف الكترونز فقد الكترونات. يعني انت عندك الاف بي اللي هو كان مكتمل ده انت شلت منه بص اهو شلت ماينس 2 الكترون طلع لي مين يا جماعه؟ اف اي زي ما انت قلت لي ايه؟ بوزيتيف 2 في شحنتين وجبتين زياده. خلاص كده؟ طيب دي كده عمليه الاوكسيديشن بس انا في التجمع الكيميائي يا جماعه ما بتمشي في حاجه ماينس خلاص؟ فهودي دي الناحيه الثانيه لما تروح الناحيه الثانيه هتروح ازاي يا جماعه؟ هتبقى عامل ازاي؟ هبقى اف اي بيديني اف اي بوزيتيف 2 اهو بلس 2 يا شباب الكترون. دي كده عمليه الاوكسيديشن دي اللي حضرتك شفتها دي كده عمليه الاوكسيديشن. طب لو كان كده لو كان هو بوزيتيف 2 اهو ده الشكل بتاعي وانا اديته 2 نيجاتيف خلاص كده اديته شحنات سالبه صح؟ اديته شحنات سالبه يعني عكست التفاعل يعني التفاعل كان اف اي بلس بلس زائد 2 الكترون يديني اف اي ده بص حصل جين اوف الكترونز اكتساب الكترونات اهو بلس الكترونز اكتساب الكترونات يبقى كده ده تفاعل ايه يا جماعه؟ ريدكشن. بص يا راجل انت معانا في اول محاضره صح؟ ابو امامه لو تيشيرت احمر ايوه انت واللي جنبك انا قلت لك ما مش حد يتكلم ماشي ده كده اللي هو تفاعل ايه يا جماعه؟ ريدكشن. يبقى تفاعل الاوكسيديشن لو تفاعل بيحصل فيه لوز كريتوس فقد الكترونات لكن تفاعل الريدكشن بيحصل فيه ايه يا جماعه؟ جين اوف كريتوس يا شباب سبب الكترونات مش فاكرها؟ هو عشان اختصر لك السكه شويه او تخش قدام شويه الكيميكال انرجي دي الكيميكال انرجي اولا عندك تفاعلات هي تفاعل كيميائي بس في تفاعل كيميائي بس يبقى معروف ان في كيميكال انرجي الالكتريكال انرجي خليك فاكر الكلام ده بس لحد ما نوصل للاخر اللي انت عايز تعرفه الالكتريكال انرجي خلاص هي عباره عن الكترونات مش هتصير الكهرباء عباره عن الكترونات مش هتصير مش كده؟ فانت اللي جه في بالك دلوقتي الكيميكال انرجي تحول للكيميكال انرجي يعني عندي شويه تفاعلات اللي هي هتحصل هتخش لي الالكترونات دي يا جماعه صفر. طيب بيحصل ازاي بقى في التفاعلات اكسده واختزال زي ما قلت لك يعني لحد دلوقتي ماشي واحده واحده ان هي اكسده واختزال ده كده التفاعل الاولاني ده عندنا تفاعل اوكسيديشن وده كده تفاعل ايه يا جماعه؟ ريدكشن اختزال اي مشاكل كده؟ طب خد بالك من حاجه لو لاحظت كده في تفاعل الاوكسيديشن احنا كان عندنا الرقم زيرو اللي هو فوق الحديد ده بقى كام يا شباب؟ الرقم كان زيرو بقى كام يا جماعه؟ اهو مش الرقم ده كده كان زيرو بقى كام يا جماعه؟ بوزيتيف 2 والرقم هنا كان بوزيتيف 2 بقى كام؟
بقى زيرو، صح كده؟ يبقى احنا هنا الرقم ده بنسميه احنا الاوسيليشن نمبر. خلاص؟ يبقى انت حاطط الاوسيليشن نمبر ده في حاله معينه الاوسيليشن بيحصل له شغال بيزيد، في حاله معينه الاوسيليشن بيحصل له يرفع. في اي مشاكل حد راح معاك؟ يبقى احنا الخطوه اللي انا فهمتها لحد دلوقتي يعني ايه تفاعلات الاجسام والاختزال. تعال نشوف مع بعض عشان حضرتك ازاي تبقى فيها الكلمات في الترجمه ولا حاجه ايه الموضوع حاجه واضحه. طيب بيقول لي دي فار الاكشن في بوث ترانسفير بليتوز، دي تفاعلات بتشمل الاختبار الكتروني يا اما من الماده هتسحبها من الماده يا اما الى الماده. لو سحبتها من الماده يعني الماده فاضل الالكترون يبقى كده اسمها اوكسيديشن، لو الماده خدت الالكترون يبقى اسمها ايه يا جماعه؟ طيب بيقول لك كده مفيش كتير فيه يعني بيقول لك تايس اوف الكتروز بتكون كده مفيش، كده مفيش ممكن تبقى اتوم ممكن تبقى ايون ممكن تبقى مولكيول. خلاص انا شفت الاف اي ده اتوم الاف اي بلس بلس ده ايون خلاص واحد. عندي هنا تبقى الاوكسيديشن بص يا جماعه بس دي يا جماعه لوز يفقد الالكترونات يعني لو عندي الميتال خلاص او عندي الاتوم ولا اي حاجه يديني ميتال بلس زي الاند وطبعا الاند دي هي اللي بتبقى ايه؟ طيب الاوسيليشن اكشن ده عشان بيقول لك قصه الاوسيليشن اكشن دي بتبقى تفاعلات مصفوفه بانكريز الاوسيليشن نمبر بيحصل فيها زياده او اسوشيتد بيز انكريز الاوسيليشن نمبر. وخلي بالك الاوسيليشن نمبر بتاع الميتا بتزيد يعني زي ده كده مع الاوسيليشن نمبر بتاع الميتا باثنين وده كده ثلاثه وده كده واحد وده كده ايه؟ زيرو. بس حاول ما تغلطش انا اقول لك بوست تو وده ممكن يبقى عندي بيور ماينس يبقى ده ماينس 1 في حاله ايه يبقى ممكن اللي هي بوزيتيف 2 0 ماينس 1 كده. طيب الريدكشن ريأكشن انت شفت ان الريدكشن ده يعني مصفوفه بجين اوف الكترون زي الالكترونات حلو وبتبقى مصفوفه برضه بالريدكشن في الاوسيليشن نمبر. الاوسيليشن نمبر ده انا شفت كان 2 بقى 0 الاوسيليشن نمبر بيحصل له يا جماعه كبير. طيب انت بعد ما تقدر تختار اوسيليشن ولا ريدكشن أو تبع الأوكسيديشن ولا مش تبع؟ أوكسيديشن وده كده؟ أوكسيديشن وده؟ طب وده؟ أوكسيديشن إيه؟ الرقم كان كام يا جماعة؟ اتنين بقى كام شوية؟ عندي تبع زي كده بيقول لك زي الهيدروجين بيديني زيت زي الهيدروجين هنا أهو بقى أيوة خد بالك بس الزيت تحصل له أوكسيديشن عارف ليه؟ لأن الزيت كان زيرو بقى كام يا جماعة؟ بوزيتيف 2 يبقى كده زاد كده أوكسيديشن حصل له أوكسيديشن الهيدروجين كان بوزيتيف 1 بقى 0 هتحصل له يا شباب؟ طيب لو قلت لك الاثنين من هنا هتحصل له اوكسيديشن هتحصل له ريدكشن. تعالوا كده بقى. الاف بي هتحصل له ايه يا جماعه؟ اوكسيديشن والسي هتحصل له ايه؟ تحت الاي جي هتحصل لها ايه؟ ريدكشن. الالومنيوم هتحصل له ايه يا جماعه؟ اوكسيديشن. ودي شويه بروبلمز مشهوره في بعض. في اي مشكله كده يا جماعه؟ يبقى لحد دلوقتي ادينا عرفنا ايه تفاعلات الاجسام طبعا مش بقى عن بقيه الحاجات اللي كانت مفهمه معايا اللي هي ايه الماكسيم وايه الكريتكسيم يعني ايه كيميكال انرجي وايه كيميكال انرجي والجو ده. القصه بدات ازاي؟ القصه بدات لما عملوا الجلفانكسيم. جت ازاي الجلفانكسيم دي يعني؟ بص كان في راجل اسمه جلفانيا في المعمل. الراجل ده كان شغال في عمال في التجارب بتاعته خلاص وعم بيمشي جنبه كده الضباع بتاعته بيبص على الضباع دي لقى 11 الله 11 ليه؟ لما بص على الضباع لما لقى 11 لقى في سلكين كده جم على رجلها سلك من سلك وسلك من الكفر او شيل سلك وشيل كفر خلاص حط السلك وحط الكفر على رجلها كده لقى 11 الله طبعا واحد تاني هيعمل ايه؟ خلاص هيشيل الاسلاك دي خلاص لا هو بص عامل ايه دي بص غير المعدنين يعني غير السلكين دول خلى مره السلك ده السلك ده اف بي ومعقده لا ارتعش برضه بس اقل ومره خليها زنك مع سيلفر وحطهم برضه على الاقل ارتعش خالص قال لك ده عشان كده بقى الكهرباء يبقى الراجل استنتج حاجه ان لو عندي حاجتين مختلفين معدلين مختلفين في بينهم توصيل اللي هو رجلها اللي هو الليكوز اللي هو الدم ده معدلين مختلفين في توصيل ما بينهم هتمشي اكتر وما تكلمش اكتر من كده. طب ليه هنا كانت اكتر؟ يعني انا قلت لك هنا في حاله الزنك والسيلفر كانت اكتر وهنا في حاله الاف اي والكفر كانت اقل. ليه؟ ليه كده؟ قال لك ده اللي هنوضحه واحده واحده اهو. المهم الراجل ده ادانا معلومه قال لك انت عندك معدلين مختلفين في منهم توصيل احسنش يا جماعه كفر. في اي مشاكل كده؟ جه كمل بقى تلميذه كان اسمه فولكر. طيب
فقلت ده عمل ايه؟ قال لك والله بص انا هعمل نفس الراجل ده ايه؟ مايكروس ابورج ازاي يا عم؟ قال لك والله هو الراجل كان عنده زنك خلاص معدن الزنك فانا هحطه في زنك سوليوشن في زنك صرفيت مثلا وكان عنده معدن تاني يا جماعه اللي هو الكبر خلاص عنده معدن تاني اللي هو الكبر هحطه في كبر صرفيت سوليوشن حلو كده؟ وانا هوصل ما بينهم وهيحط هنا بقى ايه؟ اي انديكيشن ان في كهرباء مش لمبه جالفانومتر فولتميتر اي حاجه اي حاجه انديكيشن ان في ايه؟ كهرباء مش طيب لا ليه؟ الجالفانومتر مثلا الجالفانومتر ده يا جماعه كده جهاز انديكيشن بس بيقول لك ان في تيار كهربي ماشي ولا يعني الجالفانومتر ده بيبقى فيه مؤشر في النص كده المؤشر ده لو عند الصفر ما فيش كهرباء ماشي لو اتحرك يمين او شمال يبقى فيه كهرباء ماشي طبعا الفولتميتر بيديك قرايه خلاص اداني 1 فولت يبقى كده فيه كهرباء يا اما اللمبه تنور الراجل عمل الكلام ده ما لقاش فيه حاجه حصلت ما لقاش فيه كهرباء ولا حاجه الله ما التاني ده بيشتغلنا ولا ايه؟ قال لك لا ما انت في حاجه هي الدايره الكهربائيه يا جماعه عشان تشتغل لازم تبقى اوبن سيركت ولا كلوز سيركت كلوز فانت لو بصيت كده هي الدايره من فوق تمام ماشيه كويس لكن هتيجي من تحت مفتوحه يعني خلاص حتى انت لما تروح الكهرباء دي مش كان عندك الكهرباء العربيه عندك تمام وتكون شغاله وبتاع دلوقتي ايه؟ طب انا هعمل لك كوبي نفس اللي الراجل عامله بالظبط نفس اللي عمل كوبري عمل كوبري كده فعلا عمل حتى هي اسمها سولت بريدج خلاص كان طرف الحيط عمل لك كوبري كده بس عشان ايه؟ يكمل الدايره بدل ما هي اوبن تبقى ايه يا شباب؟ تبقى كلوز اه لا ساعتها بقى يا جماعه اللمبه نورت او الترمومتر اتفعل او الترمومتر اتفعل فقال لك يبقى كده فعلا لو عندي معدنين مختلفين في بينهم توصيل ما حدش هيقرب طب انت ايه اللي بيجي للطلبه؟ فين في الموضوع؟ الراجل قال لك اعمل كده انا كده انا قال لك دلوقتي لو في معدنين مختلفين في بينهم تفصيل هتنشا كهرباء لاسباب الاتيه انا عندي حاجه اسمها الالكتروموتيف سيريز ايه الالكتروموتيف سيريز دي يا جماعه السلسله الكهربائيه العناصر حتى عارف ايه السلسله الكهربائيه العناصر السلسله الكهربائيه العناصر دي هي ارينجمنت خلاص او لسته كده فيها العناصر مترتبه حسب الانشط في الاقل نشاطا فانت هنا عند حضرتك هتلاقي مثلا الزنك وهنا الاف اي وهنا الكبر فهو قال لك اي معدنين مختلفين يعني ما ينفعش ما زنك وزنك ما ينفعش لا اي معدنين مختلفين وصلتهم ببعض هتنشا كهرباء طب ليه يا عم بقى ايه التفسير ده؟ قال لك بص بقى لان العنصر الانشط طبعا خلي بالك انت كل ما بتنزل تحت كل ما بشتغل فين كل ما بتطلع فوق كل ما بشتغل فين يعني الكتف دي يعني ده انشط من ده انشط من ده خلاص كده؟ قال لك بقى العنصر الانشط يا جماعه لو هو قاعد كده بيأكت يعني بيحصل عنده تفاعل اوكسيديشن طب ركز كده تفاعل اوكسيديشن ده يعني لوس الكتروز ولا جيم الكتروز؟ ها تفاعل اوكسيديشن لوس ولا جيم؟ لوس فهنا اللي حصل يا جماعه ان الزنك اللي عندك ركز بقى كده ان الزنك اللي عندي حصل له اوكسيديشن عارف حصل له اوكسيديشن ايه يا جماعه؟ يعني بقى زنك بوزيتيف زائد 2 الكترون ايوه شايف كده يا شباب؟ جميل والكبر حصل له ريدكشن ما خلي بالك بقى بص اللي هيحصل كده دلوقتي ادي الزنك اللي هنا ده يا جماعه الزنك ده كده حصل له اوكسيديشن عارف اوكسيديشن ايه؟ الزنك اللي هو ده بص يا شباب الزنك ده اللي هو زيرو الزنك اللي هو الميتال ده اللي هو الشيت ده حصل له اوكسيديشن نزل زنك ايونز خلي بالك الزنك اللي موجود في المحلول ده هو الزنك ايونز والكبر اللي موجود في المحلول ده هو الكبر ايونز لكن ده كده الكبر ميتال خلاص يبقى هنا الزنك ده بص هيعمل ايه يا جماعه ركز في اللي هيحصل دلوقتي هيقوم منزل لك واحده زنك ايونز جميل ويتفضل مين يعني هو نزل زنك ايونز يتفضل الاثنين الكترون صح؟ عارف الاثنين الكترون دول هيعملوا ايه يا جماعه؟ هيروحوا ماشيين في السلك. هيمشوا في السلك من هنا اه بص امسك كده في حاجه الكترونات ماشيه في سلك ما هي دي ايه يا جماعه؟ كهرباء. فهنا الالكترونات دي هتمشي بقى تفضل ماشيه لحد ما توصل الناحيه الثانيه. لما توصل الناحيه الثانيه مين هياخدها بقى يا جماعه؟ مين هيحصل له ريدكشن فيها؟ الكبر ايونز مش الكبر يعني ما تقوليش ده مش ده لا ده مين اللي هياخدها يا جماعه؟ الكبر ايونز فالكبر ايونز هتاخد الالكترون وتديني ايه يا جماعه؟ كفر ميتال يروح بقى يترص ايه؟ على الشيوت ده فاهم شايف كده؟ طب ده التوصيل اللي من فوق يعني فهمت؟ طب التوصيل من جوه بيتم ازاي؟ تعالى نوريك دلوقتي هو الزنك نزل لك زنك بوزيتيف في المحلول بتاعه صح؟ والكبر غدر بالصلفيت وسابها لوحدها دي كده لوحدها دلوقتي دي كده لوحدها وده كده مش لاقي ايه؟ رفيق سالب مش لاقي حاجه سالبه تلطم فيه
فاللي هيحصل ايه يا جماعه؟ ما خلي بالك الكبر ايونز دي خلاص راحت اترسبت فسابت السلفيت ايونز لوحدها صح كده؟ فاللي بيحصل ايه يا جماعه؟ ان السلفيت ايونز دي تقوم ماشيه في السولت بريدج صح؟ لحد ما توصل فين يا جماعه؟ توصل عند الزنك بوتنج وترتبط بيه. في مشكله كده؟ يبقى الكهرباء ماشيه من فوق عن طريق حركه الالكترونز في السلك وماشيه من جوه السولت بريدج او ماشيه بالتكمله جوه المحلول عن طريق حركه ايه يا جماعه؟ الارض. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ادي انت فاهم ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بص شيت الزنك ده هيحصل ايه بعد كده يا جماعه؟ يقوم منزل لك زنك ايونز. وهيطلع ايه يا شباب؟ نزل زنك ايونز وهيطلع ايه كده يا جماعه؟ الاثنين الكترون. الاثنين الكترون دول ايه اللي هيحصل لهم يا جماعه؟ يمشوا لحد الناحيه الثانيه. ايه اللي هيحصل لهم؟ هياخدهم كبر ايونز ويسيب مين لوحده؟ صلفين. يقوم الصلفين ده رايح مرتبط مع الزنك اللي نزل ده. في اي مشكله كده يا شباب؟ خلاص وهكذا تفضل بقى ايه؟ العمليه شغاله وانت عمال تنزل الكهرباء، الالكترونات مش شغالين في السلك. في اي مشكله كده يا جماعه؟ طيب يبقى دي كده خلي بالك ازاي ان المانيفولد او ازاي الكيميكال انرجي تحول الكيميكال انرجي في مجال الفنادق او في سلسله من المانيفولد. شويه تفاعلات اصلا تفاعلات اكثر وقتها اللي هي الكيميكال انرجي الدبت الكترونات مش شغالين اللي هي يا جماعه؟ الالكترونات. في اي مشكله كده يا جماعه؟ طيب ليه بقى الراجل بص بقى ليه الراجل ده لما عمل التجربه من الحديد والزنك لقى بضاعة كهرباء اكتر؟ وهو عملها من زنك وكبر لقى في كهرباء. لما جاب حديد وكبر لقى الكهرباء اقل. لما جاب زنك وسيلفر لقى الكهرباء اكتر. ليه بقى؟ قال لك احنا اتفقنا يا جماعه ان الزنك دي تحصل بين اي كوبيتال وزنك وكوبيتال اي معلومه وزنك. لا في يا جماعه كل الديفرنس بين التو ميتالز اللي يزيد في الالكترو كوكسيد كل ما الفرق بينهم زاد كل ما هتجيب كهرباء خلاص. يعني انت لو حاطط فولتميتر في نفس الدرايه هتلاقي نفس الدرايه في السن دي كده يا جماعه اللي هي بتاعت الزنك والكهرباء بس هتلاقيها 1.1 1.14. عارف بقى لو بين زنك وسيلفر هتلاقي الدرايه اكبر. الدرايه اكبر يبقى في كهرباء يا جماعه اكبر خلاص. فلا ان كل ما الديفرنس بين التو ميتالز زاد بين الكون سيلز خلاص كل ما الكهرباء انت بتاخدها يا جماعه اكتر. فهم قريبين يعني الاف اي والكبر اعلى من الزنك والكبر هيدي كهرباء اقل. لكن الزنك والسيلفر خلاص ابعد من الزنك ومين يا جماعه؟ والكبر هيدي كهرباء اقل. في اي مشاكل كده يا شباب؟ اهم مشاكل المكان اللي بيحصل عنده اوكسيديشن خلاص سميناه الانود والدنيا البولاريتي نيجاتيف. قلت لك ان ده كده نيجاتيف. المكان اللي بس عنده ريدكشن سميناه كاثود والدنيا البولاريتي ايه يا جماعه؟ بص في اي مشاكل كده فاهمها؟ تعال نشوف الكلام ده في السلايد عشان برضه ايه نبقى في الفكره. الكارباني سيرك دوكس بول فوسفو الكترود كار فو الكترود خلاص الكوبين واحد بنسميه انود واحد بنسميه كاثود. الدوين ريتش دريز ارتنشن ريتش بينهم فرق الجهد على مو اكتف حاجه لسه خلاص. طيب these two electrodes are less than predicted by electrolyte machine. الـ two electrodes دول واحد مفروض في محلول ولازم يبقى الكترولايت شغال لازم يبقى الكترولايت ماشي. لأن الكترولايت ماشي ده يا جماعة خلي بالك المدارس الكهربائية عندنا بتشتغل ازاي؟ عن طريق حركة الالكترونز خارج المحلول صح؟ وعن طريق حركة ايه جوه المحلول يا جماعة؟ الايونز الايونات عن طريق حركة الالكترونات خارج المحلول وعن طريق حركة الايونات جوه المحلول. فلازم عشان يبقى فيها ايونات لازم يبقى عندي الكترولايت فيوجن خلاص. ده الكترولايت في ايون محلول في ايون. طيب انا قلت كونكتد اكسترنال اللي موصلين من بره باي ثاني باي يعني مع ستيب مع. طيب ده كده مثال بقول لك لو عندنا صابونه او حاجه ووصل فيها معلومات مسجله اهو وصلتهم بالكمبيوتر. بص شباب الكمبيوتر بيديني رام اللي هي جزء 9 بيديني رام ودي الخلايا بتاعتنا خلاص. الكفر اللي هو الرسمه ده كده نحاس موجود في كفر صفين جوه الملف ده وادي الزيت موجود في زيت صفين زي ما انا شايف. وفي منهم اللي هي بتبص فيه شويه قوي يعني اللي هي السوفت بيتش الفتره الركنيه الكفر اللي هو الراجل عامله عشان تكمل لك الايه التوصيله بتاعته خلاص كده. بص الاقي هنا الثاني الاقي اللي هي 1.1 ادي هنا بيوضح لك الموضوع بيمشي عن طريق وعن طريق بعض الأرقام اللي في المحل. طيب. أدي الإجابات بتاعتنا برضه ممكن
ايه دي بقى مش العكس مش التيك بوينت دول الشغل اللي مش السابق نعم مفروض ايه Thank you.
يقول لك عايز اكتبها، يعني ايه عايز تبقى عايز اعبر سطر كده اشوفه اعرف الخلايا دي بتديله مين من الالوان بيتكون وهتشوف البريدج ازاي. بص قال لك عندنا يا جماعه الانود بيتكتب في الشمال، الانود بتاعنا بيتكتب في الشمال طيب، والكاتب بيتكتب في اليمين. طب هي الخليه خلي بالك بقى الانود كان بيحصل عنده تفاعل ده لو فاكر، زنك بيديني زنك بوزيتيف زيتين الكترون، والكاثود كان بيحصل عنده تفاعل ده تفاعل الريدكشن. طيب عايز اكتب الخليه، بص يا جماعه على الشمال الشمال بيتكتب الانود وفي اليمين بيتكتب الكاثود، طب هكتبه ازاي؟ قال لك بتكتب الانود زي التفاعل بتاعه بيحصل ازاي؟ يعني ده كده يا جماعه زنك بيديني زنك ايون صح؟ هكتبه زي ما هو بالظبط، هو بص زنك زنك ايون. عندك مشكله كده؟ يبقى الناحيه الثانيه ده هيتكتب ازاي؟ اكتبه بقى لو انت فاكر هيتكتب ازاي؟ كبر ايون كبر. اي مشكله كده؟ طيب بص بقى بيقول لك ده سوليد مش ده كان شيت زنك؟ وده ليكويد كان زنك سلفيت سوليوشن. بيقول لك بين السوليد والليكويد هارد سلاش. حلو ده ليكويد وده سوليد، واحنا بين الليكويد والسوليد بنحط ايه يا جماعه؟ سلاش. اي مشاكل كده؟ طب كان في سولت بريدج ولا مفيش؟ كان في سولت بريدج، عرفت السولت بريدج في المساله يا جماعه دبل سلاش خلاص؟ يبقى انت كده كتبت الخليه. طب ما هي زي دي حاجه زي دي لما تكون اربع تعرف بقى مين الانود؟ الانود ده في الشمال ومين الكاثود؟ خلاص؟ وعارف ان تفاعل زنك هيديني زنك ايون للتجاذب التركيبي، وعارف ان تفاعل كبر ايون هيديني يا جماعه هيديني كبر. كده مش شايف كده؟ وعارف ان انا لو قلت ارسم الخلايا دي هترسم ده بالبار بسرعه، ده بالبار بسرعه، وخدوا هنا يا جماعه صوت الريتش. طب رسمه زي اللي فاتت دي، حاجه زي اللي عدت قبل كده دي. عايز اكتب دي كده يا جماعه، عايز اكتب دي. حلو، مين الانود ومين الكاثود؟ الزنك انود الزنك انود والكبر كاثود صح كده؟ فهو هيبقى زنك زنك ايونز كبر ايونز كبر، حد عنده مشكله كده؟ وده ليكويد وسولت نحط منه سلاش، وده ليكويد وسولت نحط منه سلاش. هل ده في صوت بريدج؟ هل ده في صوت بريدج؟ لا، في ايه اللي هو البورس ممبرين ده، فالبورس ممبرين ده لو هم في كومبارتمنت واحد منهم غشاء فاصل بتحط اللي هي ايه؟ دوت سلاش. خلاص؟ طيب دي كده لو حبيت اكتب دي عايز اكتب الخليه دي، مين الانود ومين الكاثود؟ الانود هو الكفر، انت عرفت منين الانود هو الكفر؟ لان الالكترون مصنع صح كده؟ فالانود هو الكفر، طيب فالكفر هيبقى كفر كبر ايونز. السيلفر السيلفر خد بالك من حاجه، هو هنا الكبر اللي بيقول لك بص بتشوف وطبعا بتعمل السيلفر ده كان بيوصل لقيته في السيل على البلد اللي بيقول لك ده الكبر ايونز، وده الاي جي بوزيتيف بس بوزيتيف وان بس، يبقى اي جي بوزيتيف اي جي وبين الليكويد والسولت بتحط ايه يا جماعه؟ سلاش. هل في سولت بريتش ولا مفيش؟ يبقى تحط ايه يا جماعه؟ طبعا فيها مشاكل؟ لو قلت لك اكتب لي تفاعل الانود وتفاعل الكاثود. تفاعل الانود هيبقى عباره عن ايه بقى؟ سي او او زي ما انت شايفه ده بيديني ده، يبقى كبر هيديني كبر ايونز زائد الكترون. تفاعل الكاثود هيبقى ايه يا شباب؟ اي جي بوزيتيف زائد الكترون يديني اي جي. هتحط هنا اثنين لو انا قلت لك هات الاوفر رول رياكشن. يعني لو عايز اوفر رول رياكشن لازم ننفر في الالكترون في الاول بالظبط يبقى ايه الكترون بتاعه. فتحط هنا اثنين وهنا اثنين وهنا اثنين، فدي هتروحوا مع دي، يبقى الاوفر رول اكشن كبر زائد اثنين اي جي ايونز بيديني كبر ايونز زائد اثنين اي جي. فيها مشكله كده يا جماعه؟ طيب كويس. فدي كده الرمز اللي هي تحت مكتبات السر، يقول لك احنا عندنا الريت هاند سايد بيتكتب في الانود، الرايت هاند سايد بيتكتب في الكاثود، دي اللي هي دي بتاعت السر اللي هو الكاميرا
الالكترود الاثنين ليكويد، احنا قلنا سوليد وليكويد بحط سلاش صح؟ ما هو ممكن الالكترود بتاعي ده كده، بص انا معايا كده ممكن الالكترود بتاعي ده اف اي بوزيتيف 2 اف اي بوزيتيف 3 مثلا، ما هو الاثنين ايون صح؟ الاثنين ايون يعني الاثنين ليكويد، فلو الاثنين ليكويد بحطه يا جماعه طبعا. طب ده كده عموما بيكسر، ده كده عموما بيكسر. هو مين هيجي لنا مع الاف اي بوزيتيف 2 هيجي ايه؟ اف اي بوزيتيف 3 يبقى كده البوزيشن نمبر هيحصل ايه؟ يزيد يبقى ده كده يا جماعه هيبقى كده كده بالك، كده الطول الانساني بالنسبه لك ان هو 120 ده
يعني اكيد ده الصفر بتاعك، ده اللي انت بتقيس منه اكتر منه يبقى طريق اقل منه بيها معنى. نفس الكلام يا جماعه بنقول في الانترود جاب اقصى ضحى بيه خد هو الصفر بتاعه، بس ده اعتبار ربنا وبين بعض كده يعني ده الصفر او مش ده الطول الانسب بالنسبه للناس كتير. خلاص جاب اقصى ضحى هو الصفر مش معنى الصفر. خلاص يا جماعه وعنصر هيبقى هو ايه؟ الزيرو. والله لو البوتنشال بتاع العنصر اللي هو متوصل معايا طلع 3 مليمتر بس يبقى ده عنصر نيجاتيف يبقى ايه؟ اقل نشاط. لا مش فاهم هقول لك ازاي. بص دلوقتي اللي هيحصل كالاتي، فاكر كان عندنا زنك لما قلت لك الخليه بتاعتي اللي هي فيها الزنك والكبر دي كده؟ اه لو رجعنا لها تاني دي كده يا جماعه رقم ده اللي هو بوينت 4 6 قلت لك هو عباره عن يعني البوتنشال بتاع الكبر ماينس البوتنشال بتاع مين يا جماعه؟ الصفر. فيها مشكله كده؟ طب الخليه اللي وراها دي كده ال 1.1 ده عباره عن بي زنك ماينس بي كبر. حد عنده مشاكل يا جماعه؟ طب فهم هيعملوا ايه بقى؟ ركز معايا يا صديقي، هيعملوا ايه؟ هيجيبوا الهيدروجين. هنجيب الهيدروجين وهنحط الهيدروجين بزيرو. يعني هعتبر البودي بتاعه زيرو باعتبار انا معتبر البودي بتاعه زيرو. هيعمل ايه بقى يا جماعه؟ متخيل؟ بص هيوصل كل عنصر مع الايه؟ مع الهيدروجين. يعني هنا عمل توصيل من الزنك مع الهيدروجين، صح كده؟ الرقم اللي ورا ده لو انت فاهم الرقم ده هو عباره عن ايه يا جماعه؟ البوينت 7 6 اللي مش دي عباره عن بي زنك ماينس بي هيدروجين وانت قايل الهيدروجين بكام؟ يبقى الرقم ده بتاع مين يا جماعه؟ الزنك. شالوا الزنك وهيحطوا حديد. طلع الرقم ده بوينت 4 4 اه يبقى الرقم ده اللي هو بتاع مين يا جماعه؟ طول ما الرقم ده طلع بوزيتيف يبقى انت هتشوف منها من الهيدروجين. طول ما طلع نيجاتيف يبقى انت ايه يا جماعه؟ هتعمل نشاطا لحد ما عملوا لنا الالكتروموتيف سيريز اللي ايه؟ اللي انت شفتها في السلايد اللي فاتت. ماشي كده يا جماعه؟ طيب فالاربيتريال زيرو في الفلو بوتنشال عشان برضه حضرتك بتذاكر يقول ايه؟ There is no method by which the absolute مفيش طريقه تقدر تقيس البوتنشال. انا اللي بقيس بقيس البوتنشال ده. طيب عشان نقدر نعمل ايه؟ نعمل هيدروجين خلاص؟ هي اعتبار بيخلوا البوتنشال ده كام يا جماعه؟ بزيرو. وهيوصلوه مع كل عناصر نكتب له البوتنشال ده. دي كده يا جماعه اللي طبعا الزنك هو اللي قالوه عرفت منين؟ عرفت منين الزنك اللي موجود هنا يا جماعه؟ شمال. طيب في سوفت بوتنشال ولا مفيش؟ في اللي فيه يا جماعه طبعا وصلوا لايه؟ كل عنصر مع الزنك وجابوا البوتنشال. خلاص؟ دي كده المفروض ان هي الماجيك سيجنال. المنظر ده كده يا جماعه قلت لك بتسيب الخليه اللي جيت كده قلت لك حاجه من الفيلم بتاعي قلت لك ارسم الخليه قلت لك بتسيب الاشياء. طب انا عشان ارسم الخليه خلينا نشوف الزنا دي انا لو جبت كانت الديجا انا لو والكاميرا يا جماعه الرقم ما لهاش لازمه لان الرقم ليها لازمه لو انا كتير في الديتا خلاص انا ايه مش هقدر ان انا اكسب فهنا الديجا هتبقى لو والكاميرا هتبقى حلوه قوي ففي صوت بيت ولا مفيش في ما كل واحد وبرضه بتبقى زي الناس بتاعت الزيت والكاميرا دي بس هتستخدم بقى الرقم ده الديجا والكاميرا دي كويس الرياكشن بتاع الرياكشن طالع الفاير اوف الاوراني الفاير اوف الاوراني ها دي ايه هيبقى ايه؟ تفاعل اهو ايوه اهو طلع مش انا قلت لك بيحصل زي ما انت شايفه هيبقى ان واي هيديني ان واي بوزيتيف زي تاني الكترون وتفاعل كاثود ده كده الانود اللي هو السيل تفاعل كاثود هيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ كبر ايونز زائد الكترون يديني ايه يا جماعه؟ كبر. طيب انا هجيب لك الالكتروموتيف سيريز دي هتبقى جبر في الامتحان عشان لو اي عنصر طبعا مش هتحفظ انت المواد بتاع كل عنصر هجيب لك الالكتروموتيف سيريز دي جبر عشان لو طلعت الاجابه اهو. طبعا خد بالك من حاجه لو انت ماشي في الاتجاه ده المسار بتاعك ماشي في الاتجاه ده كده يبقى ده كده اوكسيديشن لكن لو ماشي في الاتجاه العكسي ده المسار ده كده ايه يا جماعه؟ ريدكشن. طب هجيب لك سؤال كده هل ينفع اعمل خليه؟ هل ينفع اعمل خليه لبنيه بالزيت والالومنيوم؟ هل ينفع اعمل خليه لبنيه بالزيت والالومنيوم؟ اه ينفع والله احنا قلنا مع اي مع دهنين مختلفين. طب هل ينفع اعمل خليه لبنيه من الالومنيوم والليد؟
يبقى مين احسن من الاجابه؟ قالوا لي ان كل البروتكشن ديفرنت فاكتور ده كان يعني عمل فيها مشاكل يا فندم؟ ده كده اللي هو ايه الكلام عن الجلفانيك سيل. تعالى نشوف الالكتروليت. اي حاجه خدنا اي عنصر يعني مش شرط المايه، ممكن حد ياخد عنصر ثاني ياخد الحاجتين ياخد الكبر، ده اسمه اربيتريري اعتبار. يعني كان ممكن اي حد ياخد اي حاجه. انت ليه بتقول 170 نقطه كويس؟ ممكن حد يقول لك 180، ممكن حد يقول لك 160، والبنت غير الولد كده هو اعتبار اعتبار كده صح. اتفضل. عشان لما اجيب الاوفر رول رياكشن مش فارقه مش هتفرق. انا لو عايز الاوفر رول رياكشن انا بحط الاثنين عشان بقى الالكترونز مع بعض اعرف بس البوزيشن ريدكشن. لكن هي وانا بكتب تفاعل الشوت ذات نفسه بحط الاثنين مش فارقه، هو بياخد الالكترونات خلاص ده بيحصل له ريدكشن خلاص. فاهمني؟ طيب جزاك الله خير. الكهربائيه الالكترونيه اللي مش حولت ايه يا جماعه؟ كيميكال انرجي. دي هي الكيميكال انرجي. اهو
هل انت معاك سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس؟ نون سبونتينيوس. عشان كده قوي تعرف تتفرج. نعم؟ الروتش بيطلع 2 الكترون؟ ما ال 2 الكترون دول مين بياخدهم؟ الهيدروجين. يحصل له ايه بيهم؟ ريدكشن. ما نفس القسم الالكترون بتمشي لحد ما توصل ايه؟ للالكترون يحصل له برضه ايه؟ ريدكشن. الالكترونيك سيل لو كنا نعرفها يا جماعه دول الالكترونيك سيل. از ديفايند از الكتروكيميكال اكت هو ايه؟ فبيقول لي السوليوشن تمبرتشر
السوليوشن تمبرتشر انكريزز اول فوز اند كونفرجن اوف بعض الالكتريكال انرجي انتو مين جزء من الالكتريكال انرجي بتحاول يعمل معاه مين نتيجه طبعا ايه الانترنال ديستنس او السوليوشن ديستنس والكيوري بتساوي ار سكوير ار وبيقول لك ان دي السوليوشن ده يا جماعه بيأدفرسلي افكت ذا بيرفورمنس اوف سيلز هيأثر بالعكس على ده اللي هيجي يقول لك انا دي فيها الالكتريكال انرجي يا جماعه اختلاف الجرافي بين الثلاثه والكوتوسيل كده الاول فزي ما قلنا كده هو ده اللي هيحصل يا جماعه اوسليشن اوسليشن هي اللي بتعمل
وصوت ده في عكس الايرادات بس الارض